السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إلهام مكرم من شركة كرييتيف جروب كورس الإلستريت. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعرف إزاي إن إحنا نرسم أي رسمة مثلا إحنا شفناها على النت وعايزين ندرب نفسنا إزاي دي اترسمت، أو نحاول إن إحنا نتعامل مع الشيبز شوية والرسومات على الإلستريتور. فبنبدأ إن إحنا نجيب مثلا رسمة اتعملت على الإلستريتور، ببدأ أفكر دي اتعملت إزاي، أبدأ أشوف التوتوريال دي اتعملت ازاي علشان أطور نفسي أكتر في الرسم. طبعا أي رسمة مش ببدأ إن أنا أرسم كده وخلاص أفتح البرنامج وأبدأ إن أنا أرسم، لا طبعا بيبقى عندي فكرة أنا عايزة أبدأ أوصلها. عندي رسمة عايزة أرسمها بشكل معين، ببقى عاملة سكتش الأول وبعدين أبدأ إن أنا أرسم على برنامج الستيتر. طيب احنا دي مثلا صورة شفناها على النت وعايزين نعرف هي اترسمت ازاي بالبرنامج الإلستريتور، فجينا بصينا كده شوية قربنا من الصورة بتاعتنا دي، عايزين نشوف التفاصيل بتاعتها دي اترسمت ازاي. الدنيا ايه أخبار دي؟ مثلا لو جينا نتكلم عن الجسم الأساسي للصورة بتاعتي أو الرسمة بتاعتي، هبدأ أقول إن ده مثلا دايرة وجواها دايرة تانية، وبتعاملنا مع الباس فايندر قصينا الدايرة اللي في النص دي من الدايرة اللي بره، صح؟ طيب الجزء دوت عادي مستطيل، احنا بنتكلم عن الجسم نفسه بتاع الهلب ده، الجزء دوت مستطيل عادي مفيش اي مشكلة. وبعدين الجزء اللي فوق دوت اتعامل مع شوية اجزاء الورم في الافكت، برضو السهم دوت اتعامل برضو مع الورم، الشيبز دي اتعاملنا مع افكت الورم بتاع الاستريتور. طيب بصوا كده لو جينا بصينا على الورد ده هنلاقي الأجزاء بتاعتي داخلة كده، فاكرين لما اتعاملنا مع البوكر اند بلوت افكت كان بيدخل لي الانكر باين دي لجوه كده شوية، صح؟ كمان هنا في وردة، فاكرين الوردة دي كنا عملنا حاجة كده شبهها بالوارب تول، فاكرينها الوارب تول اللي كانت مع الويت تول بتاعتنا، بدل ان هو يدخل ويطلع بيه الشيبز بتاعتي كده. طيب ودي سيركلز عادية مفيش اي مشكلة، صح؟ ديت اشكال ورق شجر قلنا احنا كنا ممكن نعملها عادي بالفري ديستورت افكت او الميكس تول بتاعتنا، دي سيركلز عادية جدا. طيب هو الحبل ده اتعمل ازاي بالبرش؟ بالبرش تول اللي هو سكاتر برش او الارت برش، نقدر نعمل بيها الحاجات دي. طيب تعالوا كده لو عايزين نبدا نرسم نشوف الحاجه الرسمه دي اتعملت ازاي. اول حاجه هنرسم الهلب بتاعنا الاساسي، هنبدا ارسم المستطيل مثلا بتاعي، اوكي. بعدين هبدا ارسم الدايره بتاعتي من فوق، عايزة اخد منها كوبي علشان اقف منها الدايرة اللي في النص، يبقى كنترول سي كنترول اف، وابدأ ان انا ادوس الت وشيفت، اوكي. بعدين همسك التو سيركلز بتوعي فوق بعض دول، وهاجي من الباس فايندر هجيب اظهر البانل بتاعت الباس فايندر بتاعتي، وابدأ اقول له اعمل لي ماينس 1. الدنيا عندي بقت ايه مظبوطة اهي، ممكن اصغر شوية الشيب ده، اظبط الدنيا كده الى حد ما. طيب عايزين نبدأ نرسم الشكل اللي تحت ده، الميل ده بميل، هجيب عادي ريكتانجل مثلا بالحجم ده، وابدأ من قائمة افكت ابدأ اقول له اتعمل لي مع الور، ارت مثلا مش عايزة في ديستورشن خالص، زيرو، ازود البنت زي ما انا محتاجة، ابدأ ان انا احرك ده لفوق. Thank you.
أصغر شوية، ممكن أصغره. ممكن أطول شوية المساحة بتاعت الشوط بتاعتي دي. عايزة أبدأ إن أنا أتعامل بقى، أعمل المثلث ده. هبدأ إن أنا من البوليجون تول أقلل عدد الأضلاع من خلال السهم اليمين والشمال، صح؟ باخد منه كوبي أرض، هبدأ إن أنا أتعامل مع ده. ممكن بس أظبط الحجم اللي أنا عايزاه. أبدأ أعمل أتعامل مع الشيب ده وأبدأ أديله effect one. بص، احنا نسينا نعمل حاجة، عايزين نبدأ نخلي الجزء ده داخل لجوه كده شوية. فهبدأ ان انا ازود نقطة عن طريق البين تول ال add anchor. هبدأ ان انا ازود نقطة هنا وابدأ امسكها بال direct selection tool واسحبها، اسحب النقطة دي بس لفوق. فكرة ان الماوس بس يفلت شوية. هعمل دي جديد واخد من دي خبي ودي جديد مثل ما قلناه. هبدأ أتعامل مع effect one arc. أنا عايزة distortion horizontal كده. نظبط بس الانجل. عايزة اتعامل مع الافكت ده تاني، كليك عليه وابدأ ان انا اتعامل مع الورك تول بتاعتي واقول اوكي. سيب برضو الشيب بتاعي ده وابدأ اديله effect wall. وهكذا يعني لحد ما اظبط الدنيا عندي. عندي جزء تحت كده اللي هو الموز اللي تحت دوت، اقدر برضو اعمله من خلال ال triangle مثلا مفهوم فليك. اوكي، هكبره كده شوية وبرضه أجيب ال final effect wall وأبدأ أقول arc. مش عايزة distortion، عايزة أبدأ أعمل له bend بالعكس. لازم امسكه من الباص بتاعي
ممكن خالص. لحد ما تظبط الايه السهم بتاعي اللي تحت ده كده، طيب تمام. عايزة بقى أبدأ أدي الجزء اللي فوق دوت المستطيل ده، شوية فعلا الدنيا بتبقى عايزة بس تظبط شوية. ممكن ادي كل دول كلر، عايزة اديها نفس الكلر ده، امسك الاي دروبر وابدا اقول له خلي الكلر ده فيبدا يديني نفس الكلر كده. عايزة ابدا بقى ارسم الفلاورز دي، فابدا ان انا دي مثلا ستار اوكي، ممكن اديها نفس الكلر واي كلر انا عايزاه زي ما اتعملنا وقلنا ان احنا نقدر من effect من جزء distort and transform buffer and bloat، ده ان انا اضيف شوية ازور bloat اوكي هذا يديني الشكل ده صح. نحطه هنا وابدأ اوزع الدنيا بتاعتي زي ما انا عايزة. اقدر ان انا اصورها شوية، عايزة احط سيركل في النص، ببدأ أمسك ال ellipse tool بتاعتي أرسم سيركل أديها color مش أي عندي مشكلة، ممكن أمسك دي ودي وأقول له click يمين دي صغر دي شوية وأبدأ أوزعهم وأخد Alt Copy من هنا تبقى أصغر ودي تبقى أصغر شوية هكذا، دي مثلا ممكن تبقى أكبر، أوزع زي ما أنا إيه عايزة.
عايزة أبدأ أعمل الوردة دي، هبدأ أعملها زي ما قلنا قبل كده. هبدأ إن أنا أرسم الدايرة بتاعتي، أديها color وأرسم كمان دايرة جواها، Ctrl C Ctrl F، أصغر Alt Shift عشان تصغر ناحية السنتر، أديها مثلا color أغمق. أوكي، هبدأ أتعامل معاها من خلال الوورد تول بتاعتي. ممكن ان انا اقدر اصغرها شوية، الوورد تول دبل كليك عليها، ببدأ ان انا اصغرها. وهكذا مرة جوه ومرة بره. همسك برضو الدايرة اللي في النص وأعمل فيها نفس الحوار. تمام، انا امسكهم بعض وابدا اقول لهم ده انا عايزاكم تبقوا في جروب كيف يمين جروب، انا اعمل منهم كوبي كنترول سي كنترول اف، وابدا اصغرهم شيفت والت كنترول سي كنترول اف شيفت والت واصغر السكيل جيم، ابدا امسكهم كلهم وحطيهم جوه الجروب. أعمل دايرة، أعمل وردة هنا مثلا وواحدة زيها بلون تاني. أظهر وهكذا. أنا عايزة أبدأ إن أنا أغير الألوان الوردة دي سريعا، ببدأ أفتح حاجة اسمها الـ Color Output، هبدأ أقول له أنا عايزة اللون الغامق ده مثلا لون الألوان بتاعت قلبي. أوكي، أخليه مثلا الكلام دي والكلام دي، هبدأ أقول له أوكي. اللون دوت هيبقى برضه من الألوان الزرقاء بس دي هتبقى فاتحة كده. أكون غيرت ألوان الوردة سريعا، عايزة أخليها نفس الألوان دي، مفيش أي مشكلة. بقول له أوكي. كده انا غيرت الوان دايما الوردة اللي انا هحطها في كوبي دي. طيب ببدأ ان انا اتعامل مع الشكل بتاعي شكل الستاك. خلاص عرفنا ان الوردة ده اتعمل ازاي وابدأ ارجعه، الوردة دي اتعملت ازاي وابدأ ارجعها. عايز اعرف الحبل بقى ده اتعمل ازاي، ببدأ ان انا هرسم لبس كده. اوكي، في حاجة كنا اخليها في الفراش او جيت رسمت لبس كده، جيت مثلا اخدت نفس الكلام بالنص ده، اديتها ستروك. الستروك مثلا تاني احفظ بس اللون ده، هبدأ اقول له من الكلر اوكي، هيبدأ يحفظ لي اللون ده في السواتش بتاعتي. لو جيت قلت له انا عايز اخد اللون الستروك ده، هبدأ اجي عند السواتشز هنا بقول له احفظ لي اللون ده كمان. تمام، هبدأ ان انا اقول له عايزة اقفل باللون ده،
أحوي الإسكروب في اللون ده وأكبر الإسكروب شوية، هبدأ أفتح البانل بتاعت البراشز بتاعتي وهبدأ أقوله أعملي من البراش دي نيو براش اسمها الإسكاتر براش، وأبدأ أقوله أوكي. هيبدأ يحفظهالي وهقوله أوكي. كده دخلت الشكل التاني ده اللي هو حاجة اسمها الإسكاتر براش. لو أنا جيت رسمت أي بوست بين فوق كده انا عايزه الباص دوت اتعمل له فيلم صح؟ هبدأ امسكه واقول له لا انا مش عايزه ليه فيلم، نون فيلم. مثلا رسمت الباص بالشكل ده، عايزه اخلي يمشي على الباص دي الكراش بتاعتي اللي انا عملتها دي. بصي انا حاطه شكلها مش حلو، مش مظبوطه صح؟ لو جينا دخلنا دبل كليك كده عليها وبدأت اقول له اعمل الفيديو، ابدأ اتعامل مع السايت بتاعي، الروتيشن بتاعي ده الروتيشن يبقى according to أو related للباص بتاعتي، على السبيسنج شوية ما بينهم، أظبط الروتيشن بتاعي تمام، على السبيس شوية لحد ما أوصل لإيه الدرجة اللي أنا محتاجها، يعني السبيسنج والروتيشن. بعد ما أنا أتعلم أو أزود حاجة أبدأ أعمل عليها وأقول له أبلاي فور، أبدأ يعمل لي أبلاي للشيب ده، عايزة أرجعه ورا. ببدأ إن أنا أقول له كنترول مع الكراكت الشمال، فبيبدأ يرسم لي الشيب بتاعي بالمنظر ده كده. ببدأ إن أنا أكمل بقى الرسمة بتاعتي لحد ما اوصل للنهاية. اعتقد مفيش حاجة تانية هتبقى صعبة علينا ان احنا نكملها لحد ما اوصل لنهاية الرسمة بتاعتي بالشكل ده. ياريت بقى في الأشخاص بتاعنا لو احنا نوصل ان احنا نبدأ نرسم حاجة زي دي ونوصل للنهاية بتاعتنا بشيب بالشكل ده. سلام عليكم.